اتعلمت ايه في النادي الاهلي؟ انت بتقولي دلوقتي بقالك 7 سنين، اتعلمت ايه في النادي؟ اتعلمت حاجات كتيره يا كابتن، الالتزام، الانضباط، اللي انت في النادي الاهلي ما ينفعش تغلط. يعني انت في النادي الاهلي كل حاجه محسوبه عليك، كل كلمه، كل حاجه بتطلع منك محسوبه عليك. انت في نادي كبير، في احسن نادي في افريقيا، فكل حاجه بتبقى محسوبه عليك كويس.